اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من الاستوديو التحليلي. لسه طالع بيان طازه من النادي الاهلي الساعه 9:30. بيان الاهلي بيقول نرفض كل العقوبات وتصعيد دولي ضد الجنايني والمسؤول الذي يسب دون رادع. هو في حد بيسب غير مرتضى منصور؟ مش عارف. اصدر النادي الاهلي بيانا مطولا كشف فيه عن رفضه الكامل للعقوبات اللي وقعها عليه اتحاد الكره المصري مع خطوات التصعيديه. وجاء بيان الاهلي في 4 نقط رئيسيه بقى. اول حاجه رفض كل العقوبات الصادره عن لجنه الانضباط والاخلاق باتحاد الكوره في حق لاعبي الاهلي. وعدم الاعتداد بها للاسباب التاليه. اولا، ان العقوبات صدرت وفق لائحه لم يتم اخطارنا بها ولم نعلم عنها شيء، رغم قيامنا بمخاطبه اتحاد الكوره منذ بدايه الموسم 3 مرات لموافاتنا بنسخ منها ولم نتلقى اي رد، علما بان قيام اللجنه المؤقته بتعديل اللائحه المعتمده ما كانش بموافقه الجمعيه العموميه ولا بتفويض منها. طب دي اول نقطه، طلبوا لائحه العقوبات ما حدش وصلها لنا. ثانيا في اول نقطه، عقوبات غير عادله وفي ازدواجيه في المعايير عند معاقبه البعض، بل ولم تردع من ارتكب الفعل الفاضح. بيتكلموا على حد كده وهو ذات اللاعب الذي نال عقوبات سابقه عديده لامور معظمها مرتبطه بالانفلات الاخلاقي. ماشي يا سيدي. ثالثا، تجاهلت لجنة الانضباط والاخلاق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم عندما قامت بتوقيع عقوبة انتقامية وقررت ايقاف احد لاعبي الاهلي وحرمان المشاركة في المباريات لنهاية الموسم. برضو بيتكلموا على واحد تاني كده دون اجراء تحقيق معه، يعني هو الفكرة انه وقفوا كهربا دون تحقيق. رابعا، كل ده برضو رابعا في اول نقطة، عقوبات جاء في حيثيتها التي أعلن عنها اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي أنه تم الاستناد إلى كاميرات الجهة الناقلة لأحداث المباراة والأسطوانة المدمجة اللي قدمها المدير التنفيذي للاتحاد والوردة من هيئة أبو ظبي للإعلام. تمام؟ وده اللي أكده محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة في تصريحاته الرسمية وسائل الإعلام. ولما خطبوا قناة أبو ظبي الرياضية الحاصلة على حقوق نقل المباراة أفادت بأنها لم تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم ولا لأي مسؤول أي مادة فيلمية خاصة بالماتش ده. كل ده كان النقطة الأولى. النقطة الثانية بقى في بيان الأهلي، إرسال شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الذي تخلى عن حياده وهو في موقع المسؤولية وراح يشعل غضب جماهير الأهلي بالاحتفال مع لاعبي الفريق الذي ينتمي إليه في الممر المؤدي إلى غرف الملابس الخاصة بهم، وده ثابت بمقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية. طيب، تلاتة، اتخاذ كل الإجراءات القانونية واللائحية وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم واللائحة المعتمدة للاتحاد المصري والميثاق الأولمبي قدام كل الجهات المعنية مش عارف ايه بخصوص كما تقرر تسعيدا اللي كانت ولا شكوى مسؤولة الذي يكيل الاتهامات ويسب ويشتم دون رادع. هو مين يا جدعان غير مرتضى منصور بيشتم ويسب دون رادع، علما بأن النادي سبق وأن ترفع كثيرا عن اللجوء للجهات الخارجية بخصوص خروج هذا المسؤول عن الآداب العامة. ايه شغل ضربني بالمسطره واخد مني المصاصه ده؟ ولكن اذا ما تم اخضارنا به رسميا وقيام هذا المسؤول بشكوى النادي الاهلي باتحاد دولي لكره القدم بدعوى تحريض احد لاعبيه للهروب. برضه كلام على كهرباء، هو كلام عاري تماما من الصحه ويخالف الواقع، لذا سنقوم بمقاضاته ومكافاه الجهات الدوليه. 4، التحفظ على سياسات واداء اللجنه المؤقته التي تدير اتحاد الكره والتي طالما لم تلتزم بتطبيق اللوائح القانونيه على الجميع وعدم التعاون معها لحين انتهاء فتره توليها المسؤوليه. طب يعني هو لسه البيان فيه حاجات كتير، بس هو يعني في الغالب هيبقى بيدور حول نفس الاحداث. وده كان بيان الاهلي، نشوف بقى رد فعل مرتضى ونرجع لكم.